في حلقة النهاردة هنعرف مع بعض عن 3 طرق أو 3 خطوات لتثبيت تعريف الطابع الكانون بيكسيما TS3440، يعني هنثبت تعريف الطابع عن طريق الكابل USB، وهنثبت تعريف الطابع من خلال خاصية الاتصال المباشر اللي تقدر تعرف الطابع باللابتوب مباشرة، وهنثبت تعريف الطابع عن طريق الراوتر الواي فاي. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض عن 3 طرق لتعريف الطابع الكانون بيكسيما TS3440، وان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدا بالخطوات على طول. واول خطوه هنعرف مع بعض وهي تعريف الطابع عن طريق الكابل USB. مبدئيا كده انا سيب لكم رابط تحت الفيديو في الوصف، لمجرد انك تضغط على الرابط ده هيحولك لصفحة كانون الرسمية عشان نقدر نحمل تعريف الطابع من الموقع الرسمي الخاص بكانون. ثم هننزل تحت شوية كده ونختار كلمة داونلود، ثم نضغط داونلود مرة أخرى وننتظر لحد ما التعريف يتحمل معانا. وطبعا ما توصلش الكابل USB نهائيا غير لما التعريف يطلب منه. ثم بعد اكتمال تحميل التعريف هنقفل الصفحة دي عادي جدا وندخل على فولدر داونلود او التنزيلات زي ما انتم ملاحظين اهو داونلود. ثم هيظهر لك التعريف بالمنظر ده، هنضغط عليه بالماوس ضغطتين ورا بعض ثم نختار يس، ثم ننتظر لحد ما التعريف يفك الضغط. ثم هيظهر لك القائمه دي، هنختار سيتنجز، ثم نختار اللغه العربيه بتاعتنا او لو حبيت اي لغه انت عايزها مفيش مشكله اهي العربيه، ثم نيكست. ثم الخطوه دي اختيارات روتينيه عادي جدا، ممكن تختار اي حاجه ونعمل حفظ. ثم نختار بدء الاعداد، ثم نختار التالي. ثم بعد كده نختار نعم ونختار اوافق، وهنا بيقول لك تتم الان المعالجه، الرجاء الانتظار. وهنا بيقول لك جاري التحقق من حاله الطوابع. ثم هيظهر لك الخطوه اللي قدامك دي، هتختار وصله ال USB عشان احنا عايزين نعرف الطوابع دلوقتي عن طريق الكابل USB. ثم هنختار التالي، وهنا بيقول لك جاري تثبيت ال MB درايفر، وده خاص بتعريف الطوابع. وفي الخطوه دي بيقول لك ركب الكابل USB الواصل ما بين الطابع والكمبيوتر او الطابع واللابتوب. زي ما انتم شايفين اول ما ركبت الكابل USB الصور اختفت، معناه ان الكمبيوتر قرا الطابع. ثم ننتظر بعض الدقائق. ثم بيظهر لك الخطوه اللي قدامك دي وبيقول لك يمكنك الان الطباعه من جهاز الكمبيوتر لديك، هنختار التالي. واول ما تظهر لك الخطوه اللي قدامك دي معناه ان الطابع اتعرفت عن طريق الكابل USB. ودلوقتي هنعرف الطابع مع بعض عن طريق خاصيه الاتصال المباشر بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. فاول حاجه هنروح لشاشه الطابع ونعمل خطوه بسيطه مع بعض، بعد كده نرجع لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب. فيلا بينا. وزي ما انتم شايفين دي شاشه الطابع، لو مش ظاهر عندك علامه الموبايل على شاشه الطابع وعلامه الواي فاي فلازم تضغط ضغطه على الزرار ده، هيظهر لك علامه الموبايل وعلامه الواي فاي، تنتظر لحد ما شاشه الطابع تثبت على رقم 0 زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونكمل باقي الخطوات. فيلا بينا. وقبل اي حاجه لازم نروح على شبكه الواي فاي اللي موجوده في اللابتوب ونفتحها عادي جدا ونختار الاختيار بتاعنا اللي مكتوب فيه TS3400 سيريس، ضغطه واحده عليها ثم نختار كونكت. وفي الخطوه دي هيطلب منك كلمه مرور، وهي كلمه مرور الطابع. طب هنجيب كلمه المرور ازاي دي؟ كلمه المرور موجوده ورا الطابع او خلف الطابعة وهو سيريال نمبر الطابعة، فهنكتبها بكل سهولة. وبعد ما دخلنا كلمة المرور الخاصة بالطابعة نضغط على نيكست ثم نختار نو، ثم ننتظر لحد ما يقول لك كونكتد او تم الاتصال. وفي الخطوة دي لازم تكون خالع كابل USB من الطابعة او من الكمبيوتر. زي ما انتم شايفين كتب لك نو انترنت، وطبعا الطابعة ما فيهاش خدمة الانترنت لان هي مش راوتر ولا اكسس بوينت، فانت وصلت اللابتوب بالطابعة مباشرة بدون استخدام الكابل USB ولا استخدام الراوتر الواي فاي. ولو انت شاكك ان السيريال نمبر فيه مشكله او مش عايز ينكتب معاك او في اي مشكله مواجهاك في السيريال نمبر، شايف الزرار ده اللي عليه حرف الاي، ضغطه واحده عليه ثم تنتظر الورقه اللي هتطبع معاك.
ممكن تكنسل باقي الاوراق عشان عايز اول ورقه بس اهي عشان ما ينطبعش ورق كتير. ثم هنجيب اول ورقه انت طبعتها وده سيريال نمبر الجهاز الموجود في الطابعه. وطبعا سيريال نمبر ده بيختلف من جهاز لجهاز تاني مش كل واحد، يعني السيريال نمبر ده هو كلمه مرور خاصيه الاتصال المباشر اللي موجوده في الطابعه. ثم هنروح على كنترول بانل اللي موجوده في سطح المكتب او ممكن تعمل سيرش وتختارها بكل سهوله. ثم هنختار فيو ديفايسز اند برينترز، ثم هنيجي فوق هنا وهنختار اد برينتر. ثم هيظهر لك الطابعه بتاعتك بكل سهوله مكتوبه عليها كانون تي اس 3400 سيريس، تختار عادي جدا كده. ثم نختار نيكست. وعشان تتاكد اكتر ان الطوابع اتعرفت عن طريق خاصيه الاتصال المباشر بتشيل كابل اليو اس بي من الطوابع، ثم تختار برنت اتست بيج. لكن في خطوه مهمه جدا قبل ما تستخدم الخاصيه دي، لازم كل مره قبل ما تيجي تطبع تتاكد ان شبكه الواي فاي متوصله على شبكه تي اس 3400 سيريس. الموضوع سهل كده، ودلوقتي جه ميعادنا اننا نعرف الطوابع او نوصل الطوابع بالراوتر الواي فاي. والخطوات كالتالي، هنروح على شبكه الواي فاي ونختار الراوتر بتاعنا عادي جدا عشان احنا كنا موصلين بالطابعه، ونختار الشبكه بتاعتنا عادي بكل سهوله. ثم نفتح التعريف اللي احنا حملناه في اول خطوه مع بعض، وطبعا مش هنختار الاختيار ده، هنختار اللي احنا فكينا الضغط. ثم نختار ام سيت اب 4، ثم نختار يس، ثم نختار سيتنجز ونختار اللغه بتاعتنا، ثم نيكس، ثم نختار اي حاجه هنا ونعمل حفظ، ثم نختار بدء الاعداد، ثم نختار التالي، ثم ننتظر. طب ايه هو الفرق بين خاصيه الاتصال المباشر وخاصيه الاتصال بالراوتر الواي فاي؟ الاتصال المباشر لازم قبل اي طباعه تتاكد انك موصل الشبكه بتاعت اللابتوب بالطابعه، فبالتالي الانترنت هيتقطع عليه. لكن خاصيه الراوتر الواي فاي هتقدر تتصفح وتطبع في نفس الوقت بدون ما تحول شبكه الاتصال اللي موجوده في اللابتوب بالطابعه، فانت اختار اللي يناسبك. ثم نختار نعم، ثم نختار اوافق، ولازم في الخطوه دي تبقى موصل الطابعه باللابتوب عن طريق الكابل اليو اس بي. واول ما يظهر لك الخطوه دي هتلاحظ مكتوب التحقق من طريق الاتصال، هنعمل لا، ثم نختار اتصال الواي فاي ونعمل التالي، ثم نختار التالي. وهنا بيقول لك تعذر العثور على اي طابعه، الموضوع سهل جدا، هنختار التالي، ثم نختار التالي، ثم نختار طريقه بديله، ثم نختار تاني اختيار انشاء اتصال واي فاي باستخدام الكابل اليو اس بي، هنختار عادي جدا ونختار التالي. وفي الخطوة اللي فاتت دي لما ارى ان الطوابع متوصلة بالكابل اليو اس بي اراها على طول، وهنا بيقول لك اكتمل اتصال هنعمل التالي، وهنا بيقول لك لو الكابل اليو اس بي موصله بالطوابع اخلعه ثم اضغط التالي. ودلوقتي لو رحت لشاشه الطوابعه هتلاحظ ان عليها علامه تردد في الواي فاي، معناها ان الطوابعه اتوصلت بالراوتر الواي فاي بنجاح. وهنا بيقول لك تتم الان المعالجه، الرجاء الانتظار، يتم تسجيل الطوابعه في الكمبيوتر الخاص بك، قد تستغرق هذه العمليه بعض الوقت، يعني ممكن تنتظر دقيقه وممكن دقيقتين وممكن خمسه وممكن 10، وده بيعتمد على سرعه جهاز الكمبيوتر او جهاز اللابتوب اللي انت بتعرف عليه الطوابعه. واول ما يظهر لك الخطوه اللي قدامك دي هنضغط التالي، واول ما يظهر لك الخطوه اللي قدامك دي معناه اننا انتهينا من تعريف الطوابع عن طريق الراوتر الواي فاي. طب احنا دلوقتي عرفنا الطوابع ثلاث مرات، مره عن طريق الكابل اليو اس بي، ومره عن طريق خاصيه الاتصال المباشر، ومره عن طريق الراوتر الواي فاي. عاوز لما اجي اطبع ابقى عارف ان بختار انهي تعريف فيهم. الموضوع سهل جدا، هنروح على كنترول بانل عادي جدا ونختار فيو ديفايسز اند برينترز، هلاقي الطوابع بتاعتي متعلمه ثلاث مرات، انهي واحده بقى فيهم اللي من كابل الاو اس بي، وانهي واحده فيهم عن طريق الراوتر واي فاي، وانهي واحده فيهم عن طريق خاصيه الاتصال المباشر. اول ما تركب الكابل الاو اس بي هتلاحظ ان دي اشتغلت كده او ولعت كده، يعني لو شلتها هتنطفي. اعرف ان الطوابع دي عن طريق الكابل الاو اس بي، فهنكتبه عليها
ان دي متعرفه عن طريق الكابل اليو اس بي. طب ازاي؟ كليك اليمين عليها عادي جدا، ثم نطلع فوق عند برينتر بروبرتيز، هتلاحظ هنا مكتوب بالازرق هنمسحه عادي جدا، ونكتب كابل يو اس بي ونختار اوكي. واللي جنبها دي عن طريق خاصيه الاتصال المباشر، كليك اليمين عليها ونطلع برينتر بروبرتيز ونمسح الكلام اللي الازرق ده ونكتب خاصيه الاتصال المباشر، ثم نختار اوكي، ثم الاخيره دي كليك اليمين عليها ثم برينتر بروبرتيز ونمسح الازرق ونكتب عليها واي فاي اوكي. ولو جيت تطبع اي حاجه هتختار كابل يو اس بي ولا خاصيه الاتصال المباشر ولا خاصيه الواي فاي. في حاجه مهمه جدا لازم اقولها لكم، طول ما شاشه الطابعه عليها علامه التردد بالطريقه ديت معناها انها متوصله بالراوتر الواي فاي. طب افرض علامه التردد دي بقى عليها حرف الاكس، يبقى انت عملت خطا من اربع اخطاء، يا اما غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه، او حولت الراوتر الواي فاي من مرئي لمخفي، او من مخفي لمرئي. فبالتالي لو عملت اي خطا من اربع الاخطاء دول هتعيد تعريف الطابعه عن طريق الراوتر الواي فاي. وانا سايب لكم رابطين تحت الفيديو في خانه الوصف، اول رابط هيعلمك ازاي تطبع من الهاتف مباشره، وتاني رابط لو انت ما عرفتش تثبت تعريف الطابعه اتبع الخطوات الموجوده في الرابط ده، وبعد كده راسلني على صفحه الفيسبوك اللي موجوده في القناه او انستجرام او تويتر. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى كنا العجب، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.